بطل النهارده على مدار الثلاث سنين؟ لا مفيش اي حاله غريبه، كلها حالات عاديه جدا. امور التصويت مش هاديه، كان في معامله فظيعه من الجيش والشرطه. رسالتك للتوجيه للام المصريه تقول لها ايه النهارده بعد ماراثون ثلاث ايام؟ اقول لها معلش ومع احترامي اولا امي، اقول لهم واجه لها طبعا رساله لكل امهاتنا الامهات المصريات، عايزه اقول لهم انتوا كتبتوا اروع شهاده يعني هيسطرها التاريخ ومش جديده على الست المصريه، لان هي تعودت تدي ما شاء الله عليها نموذج رائع. وكل امهاتنا برضو عايزه اقول لهم ربنا يبارك في عمركم وتفضلوا تنتوا مصر اللي بجد انا عارفه ان انتوا بتحبوها، وهي كمان بتحب كل مواطن مصر.